صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ الحمد لله. جاهزين لدرسنا اليوم؟ آه. طيب خلينا نبلش بدرسنا من رواد الإيمان وهو أركان الإسلام. شو عنوان درسنا؟ كمان مرة بصوت عالي. يلا إيش هو؟ أركان الإسلام. شو اسمه؟ برافو. يلا أول ركن عنا من أركان الإسلام وهو الشهادتان. ما هو أول ركن من أركان الإسلام؟ الشهادتان. كمان مرة صوت عالي. الشهادتان. الشهادتان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كمان مرة. شو أول ركن من أركان الإسلام؟ الشهادتان. ما هو أول ركن من أركان الإسلام؟ الشهادة. مس عندنا ثاني ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. الصلاة. إحنا كم صلاة بنصلي باليوم؟ خمس صلوات. كم صلاة بنصلي باليوم؟ خمس صلوات. برافو. عندنا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. خمس صلوات. بعدين احنا بشهر رمضان ايش بنعمل؟ بنصوم صح؟ ثالث ركن من اركان الاسلام وهو الصيام. وهو الصيام. ثالث ركن من اركان الاسلام وهو الصيام. ثالث ركن من اركان الاسلام الصيام. الصيام. برافو. عندنا صار عندنا ثلاث أركان اللي هم الشهادتان. بعدين الصلاة. بعدين الصيام. بعدين الزكاة. 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 طيب بعدين الحج. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. مش من بروحوا على الحج، بروحوا على الكعبة وبطوفوا حوالينها وبيعملوا حج. هاي شو اسمها؟ الحج. شو اسمه هذا الركن؟ شو اسمه هذا الركن؟ الحج. برافو. شو اسمه؟ شو اسمهم هذول كلياتهم؟ هذول الخمسه شو اسمهم؟ اركان الاسلام. شو اسمهم؟ اركان الاسلام. شو اسمهم؟ اركان الاسلام. مس صوت عالي يلا اسمع شو اسمهم. اركان الاسلام. اركان الاسلام خمسه. اركان الاسلام خمسه. اركان الاسلام خمسه. كمان مرة بصوت عالي. أركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة. برافو يا مس.